كريم، يعني الحديث عن هذا الاجتماع الهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع لجنة تنظيم كأس العالم والاستعدادات كبيرة وكانت على قدم وساق ومستمرة حتى الآن لاستقبال هذا المونديال العالمي، كيف ترى هذا الاجتماع في مدينة سوتشي؟ نعم، ممكن القول أن روسيا منذ اليوم مستعدة لاستقبال الألعاب المونديال في كرة القدم في هذه السنة، والاستعدادات والتجهيزات التقنية أصبحت منتهية، بالإضافة إلى الاستعدادات النفسية والاحتفالات التي ستجري في المدن الأساسية التي ستقام بها المباراة، وأيضا هناك استعدادات لوجستية حيث يستطيع كل المشاركين أو المشاهدين للمباراة الذين يحملون بطاقات دخول للملاعب يستطيعون التنقل ما بين مدن روسيا التي ستجري فيها المباراة مجانا بواسطة القطارات الروسية، وسيكون النقل داخل المدن ايضا مجانا على ان ترافق كل هذه. هو تم التركيز يعني في الحديث على السكك الحديدية ايضا وباقي الطرق الاخرى البرية. نعم، السكك الحديدية، بالاضافة الى ان سترافق كل هذه العملية في المدن وفي الملاعب التجهيزات ولجان طبية لاحتياطا لاي حوادث او اي تعرض لاي شخص لاي عرض صحي. وكما قلت هناك برنامج احتفالية متنوعة غنائية وموسيقية وكرنفالية في المدن، وايضا بدأت واضحة تماما الشوارع الروسية بحلتها الجديدة حيث اعيد تأهيل البنية التحتية من الشوارع وخاصة المناطق السياحية والساحات والمكارح وأيضا الساحات الأساسية كما في سان بطرسبورغ حيث نحن نشاهد ذلك في ساحة القصر الأساسي وعلى ضفاف النهر، وموعودون بكرنفال عالمي لفترة الألعاب الأولمبية. نعم دكتور مسلم، يعني في هذه الكلمة للرئيس الروسي يعني تباهى بشكل كبير بأن الفريق الروسي سوف يبهر العالم بهذه الموهبة، والتأكيد أيضا من قبل على الجانب الآخر من قبل رئيس اللجنة المنظمة للمونديال بأن هناك استعدادات كبيرة ومباريات ودية أثبتت مدى جاهزية واستعداد يعني هذا الفريق الروسي لاستقبال كأس العالم، كيف تعلق ايضا على هذه يعني نعم انطلاقا من ما يجري حاليا من استعدادات رياضيه للفريق الروسي والمعنويات المرتفعه للاعبين، وايضا كما هو معروف الرئيس بوتين اعطى امرا بالربح، فاذا ستربح روسيا وستكون في اعتقد الدوره الثانيه او ما قبل الاخيره، وهناك جمهور يساعد دائما فريقه حيث ان الارض تلعب مع صاحبها، ونتمنى أن يكون كرنفالا ربحت روسيا أم لم تربح في هذه الألعاب، لكن الجو العام مستعد لاستقبال الآلاف من السواح والمشاهدين والمحبين والمحببين للألعاب الأولمبية أو عفوا المونديال. والإجراءات المتبعة أمنيا أيضا ملحوظة تماما، تسهيل و تأمين الأمن لكل الزوار إن كانوا من المدن الروسية أو من الدول الأجنبية. نعم. بالإضافة إلى تسهيلات في الدخول إلى روسيا لمن يحمل بطاقة مشاركة في أحد الألعاب أو مشاهدة لأي مباراة في أي مدينة. نعم، وزير التجارة ووزير الرياضة الروسية أيضا أكد على تنفيذ البرنامج يعني المعد لاستقبال هذا المونديال بشكل كبير، وأنه هناك 16 منشأة وأيضا العديد من المنشآت الأخرى وتجهيزاتها الأخرى الكثيرة الفندقية لاستقبال هذا المونديال، كيف ترى هذا البرنامج أيضا الذي قد أعد له مسبقا لاستقبال هذا الحدث العالمي الكبير على الأراضي الروسية؟ يعني لا شك بأن الاستعدادات أنجزت بكل أشكالها خاصة البنية التحتية للملاعب، هذا شاهد على ذلك التجربة في سوتشي حيث تم منذ 3 سنوات إقامة ألعاب مهمة شتوية هناك، وكانت المشاريع أنجزت في الفترة المحددة وبالمواصفات المطلوبة، فنعتقد أن الإنجازات للملاعب بألعاب المونديال أيضا هي في نفس المستوى وفي نفس النوعية والجودة،
وحاليا كما قلت الأمور فقط مقتصرة على النواحي التنظيمية التي هي الناحية الأخيرة من الاستعدادات. نعم. وأعتقد أن كل شيء على ما يرام. نعم، نشكر الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، نشكرك جزيل الشكر للتعليق على اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع لجنة تنظيم كأس العالم.